طيب من الأرسنال نروح للمان يونايتد، وبصراحة حل مؤسف جدا للمان يونايتد، وكان يعني موسم كارثي لمشجعي المان يونايتد وعلى مستوى طبعا رونالدو بيبلغ يمكن اللعيبة بآخر أخباره بالنسبة لبقائه أو رحيله عن المان يونايتد. يعني باختصار طبعا الأجواء كانت صعبة جدا هذا السيزون أو هذا الموسم لرونالدو، طبعا بعد انتقاله من اليوفنتوس رونالدو عمل شكل أكتر من رائع بصراحة في المان يونايتد، أحرز أهداف كتيرة جدا، ولكن حال الفريق كان صعب جدا. رونالدو يمكن قال لبعض اللعيبة المقربة ليه إنه يعني بيرغب في البقاء في المان يونايتد، ولكن يتوقف طبعا هذا القرار على المدرب الهولندي الجديد اللي هيقود المان يونايتد في الموسم اللي جاي. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم وفقا لصحيفة ذا صن الإنجليزية اللي بتقول إن رونالدو أبلغ زملائه بإنه هيبقى مع الفريق في الموسم القادم إذا طلب منه الهولندي إريك تين هاج طبعا المدير الفني الهولندي الجديد للمان يونايتد بالبقاء. وبعض المصادر قالت ان المان يونايتد طبعا كلهم بيشعروا بشكل يعني خيبه امل كبيره جدا زي ما بقول لحضراتكم هذا السيزون، وكان رونالدو اكثر المؤثرين ايجابيا في الفريق، ولكن زي ما بقول لحضراتكم يعني المان يونايتد اعتقد هيطوي صفحه الماضي بشكل او باخر مع مدير فني جديد هولندي، مدرب شاب، مدرب عنده خبرات كبيرة جدا، كمان مع وجود رونالدو أعتقد أنه هو كمان يعني المدير الفني الهولندي بيقول أنه هو متمسك بوجود رونالدو. كمان سريعا جدا نجم نابولي يقترب من برشلونة، نجم طبعا روز من يعني انضم أو حينضم طبعا نجم نابولي اللي بيقدم موسم أكتر من رائع في السيريا آه، يمكن النادي الكتالوني ومدربه تشافي بيراقب هذا اللاعب منذ يعني سنوات. في تقارير قالت انه طبعا هيتعين على نابولي بيع رايس في طبعا صفقه في نهايه هذا السيزون نظرا لانتهاء عقده في نهايه 2023 او في يونيو 2023. طبعا رايس ده عنده 26 سنه بيقدم زي ما بقول لحضراتكم مستوى متميز مع نابولي هذا الموسم، كان طبعا من افضل لاعبي الفريق في هذا الموسم، احرز 7 أهداف وصنع 4 أهداف لزملائه. يعني زي ما بنتكلم مسؤولي نابولي يعني بدأوا يتحدثوا مع رويز من سنتين على الأقل بشأن تجديد التعاقد، وكانت توقفت التعاقد توقف لفترات طويلة لغاية دلوقتي، وعرضوا خلاص نابولي عرضت هذا اللاعب للبيع. طبعا حضراتكم عارفين ان يعني الأحداث كتيرة جدا جدا وعندنا أخبار كبيرة جدا جدا، يعني نتكلم كمان على كان صفقة كان الناس كلها بتتكلم عليها هالاند طبعا خلاص أعتقد تقارير واضحة وصريحة إن هالاند طبعا مهاجم بروسيا دورتموند هيكون متواجد في المان سيتي في الموسم القادم. تصريحات كانت قبل كده كان بيقول إن يمكن كل الناس كانت عايزة هالاند بصراحة على مستوى الدوري الأسباني، طبعا ريال مدريد، باريس سان جيرمان، المان سيتي، وكمان المان يونايتد، ولكن تبقى طبعا الصفقة في صالح مان سيتي. وتقارير بقول لحضراتكم خلاص يمكن الإعلان رسميا خلال الأيام اللي جاية إن هالاند موجود في المان سيتي الموسم القادم. طيب نروح بقى للصحف ونشوف الصحافة العالمية والمواقع العالمية قالت إيه في الأسابيع الأخيرة. طيب ماركا الأسبانية طبعا هنبدأ جولتنا النهاردة في أسبانيا، صحيفة ماركا الأسبانية اللي اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 1-0 في ديربي العاصمة الأسبانية في إطار الدوري الأسباني، وكتبت أتلتيكو مدريد يعني أتلتيكو مدريد لكنه في الطريق الصحيح، يعني أتلتيكو مدريد كان يعاني ولكنه في الطريق الصحيح للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم. سبورت الأسبانية ركزت على تطورات سوق انتقالات برشلونة وهدفه الأول المهاجم البولندي ليفاندويسكي، كتبت التعاقد هذا النجم الكبير كانت اهتمت بفوز طبعا كمان اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 1-0 في الديربي، وكتبت أتلتيكو مدريد يهدر فرصا كثيرة لكن انتهى به الأمر ليفوز. نروح سريعا لإنجلترا، ذا صن الإنجليزية
طبعا ركزت كمان على فوز المان سيتي على نيوكاسل بنتيجه كبيره 5-0 طبعا في الدوري الانجليزي الممتاز، وابتعاده في الصداره بفارق 3 نقاط عن ليفربول. وتصريحات المدرب الاسباني بيب جارديولا اللي قال فيها كل طبعا البلد ترغب في تتويج يورجن كلوب باللقب. كمان الصحيفه تمت بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المان يونايتد، وكتبت رونالدو سيبقى، ده طبعا صحيفه داسن اكسبريس الانجليزيه يعني كتبت في غلافها عن طبعا قفزه مانشستر سيتي، وقالت ان السماوي جعل الفارق بينه وما بين ليفربول 3 نقاط بعد طبعا خماسيه نظيفه في نيوكاسل. وجاردن الانجليزيه كمان سلطت الضوء على هذه المباراه، وكان غلاف هذه المجله تصريح بيب جوارديولا الخاص بان الكل يريد تتويج ليفربول في البريمير ليج. نطير على فرنسا ونروح للكيب الفرنسيه اللي طبعا ركزت هذه الصحيفه على نتائج اللقاءات في الدوري الفرنسي بفوز اولمبيك مارسيل 3-0 على لوريان، وتعادل باريس سان جيرمان 2-2 امام تروا، هزيمه اولمبيك ليون امام ميتس 3-2. نروح لايطاليا وكوريير دي سبورت الايطاليه. يمكن هذه الصحيفه الايطاليه ركزت على فوز ميلان على فيرونا 3-1 واستعادت القمه الايطاليه، وكتبت ميلان يتجاوز فيرونا 3-1 وعلى بعد 180 دقيقه من اللقب. دي كانت طبعا الصحف العالميه واخبار الصحافه العالميه خلال الاسابيع اللي فاتت. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل ان شاء الله هنستقبل الناقد الرياضي المتميز احمد مجدي عشان نتكلم فيه على كل حاجه، نتكلم على طبعا دوري ابطال اوروبا ونتكلم على البريمير ليج. خليكم معانا بعد الفاصل مع المحترف.